باستطاعتي القيام بكل شيء هنا. جورجينا أرجو المعذرة، أنا لا أسألك عن رأيك أبدا. هذه المرأة ستظل هنا، وإذا السيدة فيدر رفضت وجودها قولي إنه أمر مني، واضح؟ كما تريد سيدي، فهمت ما تريد. لا بأس، الموضوع انتهى، أنت تعملين هنا من هذه اللحظة سيدتي. متشكرة سيدي، فلن تعلم كم أنا ممتنة. لا تشكريني على أي شيء، بالتوفيق. ماذا أنسة؟ دكتور ريفيرو مسافر لكي يحضر مؤتمرا؟ إنما الأمر ملح ويجب أن أحدثه. أدرك أنه ليس هنا، ألم يترك بديلا له بالمستشفى؟ الأمر ضروري يا آنسة. الحقيقة لا أريد أن أتآمر، فليس هناك داع لوجود تلك المرأة ما دمت أعمل هنا. لأن فرناندو خوسي هو الذي قرر ذلك، لا أستطيع الاعتراض. المرأة ليس لديها أي معرفين، مستحيل أن تسمح ببقائها هنا، يجب أن تكلمي زوجك بسرعة. لا فائدة، هذا تعاطف من صفات فرناندو خوسي، هذه مشكلته، في النهاية هو الذي يدفع كل شيء. هل اعتقدت بأننا سنذهب للسجن؟ لا تخبريني بأنك خفتي. بالطبع شعرت بالخوف، فليس سهلا أن أذهب وندلي بإفادة، وبالذات لجريمة ارتكبتها، صحيح؟ اخرس. اهدئي عزيزتي، أحاول إغاظتك فقط. لا تعجبني ألعب كبيتو، واخرج من مكتبي فورا، لا أريدك أن تدخل هنا دون إذن مني، فهل هذا واضح؟ لا أحب العناد، ها؟ فنحن عشاق حبي، لماذا ترغبين بتعقيد الأمور؟ بيتو من فضلك. بل أنا من يرجوك، نحن متورطان سويا، لهذا كوني مطيعة. كان لدي أمل عندما ذهبت لرزاليندا، فقد ظننت بأننا سوف نكون في جو مميز، فكلمتها من أعماق قلبي، قلت لها إنني نادم على كل ما فعلته وأتمنى بأن نبدأ من جديد. وماذا قالت لك؟ قالت لا يمكنها، ببساطة لا يمكنها. لما قالت هذا؟ ما هو المبرر؟ لا شيء، لا شيء. ثم إنها لم تخبرني رغم إصراري، لقد رفضت أي علاقة. روزاليندا التي أحببتها لم تعد موجودة بالمرة، هناك امرأة لعوب تافهة بلا أخلاق أو مشاعر. أنت ما زلت تحبها؟ أجل، رغم أني سأحاول لآخر لحظة في حياتي نسيانها، لأنني سوف أخرجها من قلبي وبسرعة، فقد قررت. عموما إنها بصحة جيدة، طبعا سننتظر نتائج فحوصاتك، مؤكد بها سنكون مطمئنين. النتائج سنعرفها سريعا؟ نعم، إنهم يعملون بسرعة فائقة بالمختبر، والنتائج مضمونة. إنما دكتور، أخبرنا طبيبي بأنني مريضة وسوف أموت. اهدئي من فضلك، اهدئي، لا أشك بكلامه، لكن لو كنت مريضة كما أخبرك لن يكون بإمكانك الخروج للغناء والرقص. تعتقد إذن؟ لا تتعجل الأمر، بانتظار ما يقوله المختبر. ادخل. تفضل دكتور. شكرا لك، شكرا. لماذا أنت هكذا؟ الأمور ليست إما سوداء وإما بيضاء، تحكم على الأمور بطريقة غريبة، فالذي ليس معك هو ضدك. لو أن روزاليندا جربت فقط، رفضت لمجرد أنني قلت إنه ضروري أن تتخلى عن الفن وتبدل حياتها. ناتاليا، أهلا بك. كيف حالك؟ كالمعتاد، أحاول أن أجعل صديقي العنيد يصغي للمنطق. أخبرني جيراردو عن موقف أليكس دورانتس منك، لا يشعر بالأمان ولا يشعر بالثقة. ما حدث منه مؤلم فعلا، أليكس يتخبط بشكل سيء، إنه ضائع. ناتاليا، ماذا قررتي؟ تركت العمل معه،
لا يمكننا العمل مع رجل عنيد هكذا والمزعج، دائما يعتقد أنه على صواب. من فضلك لا تفكري بالوظيفة، سوف نعمل معا. لا تتخيلي سعادتي وأنت تعملين معي. أيها السيد، إن كنت تبحث عن روزاليندا فهي ليست هنا، خرجت مع السيدة سوليداد. أتعلمين أين؟ ذهبتا إلى الدكتور، يبدو أن الفتاة كانت متعبة. أتعرفين اسم الدكتور؟ هل ذهبتا إلى الدكتور ريفيرو؟ أنا لا أدري. بماذا شعرت روزاليندا؟ أخبريني، ماذا حدث بالضبط؟ برأيي السبب ذلك الرجل المدعو فرناندو خوسيه ألتاميرانو. لقد ترك روزاليندا المسكينة يائسة. النتائج واضحة كما وردت من المختبر، ليس محكوما عليك بالموت. أنت متأكد؟ هذا يعني بأنني... بالتأكيد ستتوقفين عن القلق. لا لا أصدق. الحمد لله الحمد لله. لا ماما، ما زلت لا أصدق هذا. تدل النتائج على أنك تعانين من فقر الدم، لكنني ما زلت لا أفهم، لماذا اعتقدت بأنك مريضة؟ بعد تعرضي لحادث كبير وخطير، تم بالمستشفى عمل بعض الفحوصات وأخبرني الدكتور بأنني أنا سوف الأمر بغمضة. يجب أن نترك الأمر ونبدأ من جديد. ماما، يجب أن نصلي لله ونشكره، فبفضله تمت المعجزة. ما زلت لا أصدق ما حدث. ماما دكتور، هل تعلمين لماذا جاء وماذا قال لروزاليندا؟ في الواقع لا، كل الذي أعرفه طلب الصفح وإعطاءه فرصة ثانية. إنه ماكر، لكن من رؤيتي لوجه فرناندو خوسيه متأكدة تماما بأن روزاليندا ألقت به إلى الجحيم. على فرناندو خوسيه أن يستيقظ وأن يفتح عينيه بوسعهما، ويجب فورا أن يترك روزاليندا، وسوف أتولى الأمر. كيف أصدق ما جرى؟ لم أحلم بهذا الأمر أبدا، فالذي سمعناه قبل قليل هو أحلى خبر في حياتي. لم تصدقي مدى سعادتي بك بنيتي. وأنا فرحة ماما، أشعر بالفرح، إنما بنفس الوقت لا أصدق ما حدث. ماما، أيمكن أن تتخيلي ما مدى صعوبة المعيشة وقسوتها مع وجودي ما يهدد وجودك بالموت بين الفينة والفينة؟ يجب أن نعلم المستشفى بأن نتائج المختبر عندهم كانت فاشلة وغير دقيقة، وبالمثل الدكتور يجب أن يراجع. يا ربي، ما صعب أن تعيشي مع تهديد كهذا وفجأة تكتشفين بأنك لست مريضة. مخيف ماما. كم رهيب الحمل، أشعر بأنني أحتضر، أشعر بأنني سأموت. هذه القائمة راجحة، فيها أسماء لبعض المغنين المشهورين ولأوقاتهم، متأكد بأن زبائني سيسعون لسماعهم. قائمة مهمة فعلا، أرجو بأن يقبل الجميع المجيء إلى هنا فرناندو. أرجو بأن توفق. أرجو ذلك. أخبرني متى ستترك روزاليندا بحالها؟ قلت قبل ذلك ألا تحشر أنفك في أموري. لكن ما تسميه شأنك هو أهم شأن في حياتي، عليك أن تفهم ما أعنيه تماما. إنها ليست مشكلتي دورانتس، مشكلتك. بالطبع مشكلتي، وقد مللت منك. لقد ذكرت لي مرارا بأنك أصبحت لا تحب روزاليندا مطلقا، وأنت لا تكف عن الذهاب إليها ومضايقتها. هذا ما قالته لك؟ أجل، ألم تلاحظ بأن روزاليندا لا تخفي أسرارا عني أبدا؟ أنا فقط أهم شخص بالنسبة لها، أنا الأمين على أسرارها ومدير أعمالها، ولتعلم أيضا فأنا عشيقها. فلتخرس، يؤلمك، يؤلمك لأنك لا تريد أن تفهم بأنها لن تكون لك مرة أخرى. لقد أعطتني كل شيء، كل شيء، وبلا تحفظ. لا أريد أن أستمع إليك، اخرج حالا. هيا، أرجو أن تفهم كلامي.